بدأ بعد ما رجع من أمريكا الرئيس عبد الناصر استقبله وكلفه ان هو يؤسس سلاح المظلات. يبقى اول واحد اسس سلاح المظلات المصري كان فريق سعد الشاذلي. يبقى سلاح المظلات دلوقتي بقى من اعظم الاسلحه في مصر، اللي اسسه وحط النواه الاولى ليه وكان اول قائد لسلاح المظلات هو الفريق سعد الدين الشاذلي. وبعد كده الرئيس عبد الناصر كلفه ان هو ياسس تشكيلات سلاح الصاعقة، وأيضا كان أول قائد لسلاح الصاعقة. ثم كلفه الرئيس عبد الناصر أنه هو يؤسس سلاح العمليات الخاصة، وأيضا كان أول رئيس قائد لهذا السلاح.